أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ما صحة الحديث أعطي السائل ولو أتاك على فرس؟ وإذا كان صحيحا ألا يكون الأمر للندب فيقدم على غيره؟ نعم، السائل له حق، وفي أموالهم حق معلوم للسائلين والمحروم. السائل الذي لا تعلم عن حاله تعطيه بناء على ظاهر حاله وسؤاله، أما السائل اللي تعلم أنه غني فلا تعطيه من الزكاة. إن بغيت تعطيه تبرع من عندك لا بأس، أما الزكاة لا، اللي تعلم أنه غني لا تعطيه من الزكاة، أعطيه إن شئت من مالك، هذا اللي تعلم أنه غني، أما اللي ما تعلم وهو يسأل له حق. نعم.